مرحبا بكم أحبائي، السلام عليكم. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة وتكون أحوالكم طيبة بإذن الله. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أوس بيلدونغ، تكوين مهني الأكثر طلبا في ألمانيا، بحيث أنه إذا قام الشخص وعمل هذا النوع من التدريب المهني، هذا النوع من الأوس بيلدونغ، فإنه يحصل يعني بنسبة كبيرة على إقامة دائمة في ألمانيا، إضافة إلى ذلك يضمن له مستقبلا مهنيا رائعا. الأوس بيلدونغ هو في مجال التمريض ممرض أو ممرضة. ألمانيا يعني فيها نقص كبير جدا في الممرضين. تسألونني لماذا؟ لأنه ألمانيا غالبا دولة كبيرة جدا، يأتي لها أيضا سياح من مجموعة من الدول، أيضا دول عربية يأتون إلى ألمانيا من أجل العلاج. والممرضين الألمان كثيرا غادروا المستشفيات الألمانية وتوجهوا إلى الدول الإسكندنافية مثل السويد، النرويج أو الدنمارك. ولذلك يوجد يعني أماكن شاغرة كبيرة في ألمانيا في هذا المجال. ممرض ممرضة من أحسن الأوسبيلدونجات، التكوين المهني الذي يوجد في ألمانيا، وأنصح به يعني الشباب والشابات الذين يرغبون في ضمان مستقبل مهم لهم والحصول على إقامة دائمة أن يعملوه. هناك نوعين من هذا الأوسبيلدونج. النوع الأول بالنسبة للأشخاص الذين لديهم فقط التاسع، يعني وصلوا إلى الصف التاسع في المدرسة. هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم عمل ممرض ممرضة يعني الرسمي، لكن يمكنهم أن يعملوا أوسبيلدونج يسمى ممرض مساعد أو ممرضة مساعدة، ومدة هذا الأوسبيلدونج هو سنة أو سنتين فقط، يعني سنة أو سنتين تعمل هذا النوع من الأوسبيلدونج، ويسمى جيزوندهايتس أوند كرانكنبليج هيلفا. جيزوندهايتس أوند كرانكنبليج هيلفا، مدته فقط سنة أو سنتين في بعض الأحوال أحبائي، وهو أيضا أوسبيلدونج جيد، وهو خصوصا للناس الذين عندهم فقط الهوبتشول أبشلوس. هوبتشول أبشلوس وهو التاسع، يعني الفصل التاسع. بالنسبة للأشخاص الذين يعني على الأقل خلصوا السنة العاشرة، يعني بقوا 10 سنوات في المدرسة، خلصوا الفصل العاشر أو وصلوا إلى الباكالوريا ولم يحصلوا عليها أو حاصلين على الباكالوريا، هؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يعملوا الأوس بيلدونج الرسمي الذي يسمى يعني ممرض ممرضة، الذي يسمى حاليا في ألمانيا جيزوندهايتس أوند كرانكنبفليجا أو جيزوندهايتس أوند كرانكنبفليجرين بالنسبة للفتيات، بحيث أنه مدته 3 سنوات. 3 سنوات مدة الأوس بيلدونج بالنسبة للأشخاص الذين يعملونه فولت سايت. ماذا تعني فولت سايت؟ فولت سايت تعني أن الشخص يذهب يوميا من يوم الخميس إلى يوم الجمعة ويعمل هذا الأوسبيلدونج 8 ساعات في اليوم. لكن بالنسبة للناس، يعني إذا كنت مثلا أختي صديقتي إلى آخره، إذا كنت مثلا عندك أطفال أو أنت صديقي عندك أطفال ولا تستطيع أن تبقى 8 ساعات في المدرسة أو 8 ساعات في اليوم في العمل، فإنه يمكنه أن تعملوه فيما يسمى بتايلت سايت. لكن الأوسبيلدونج التكوين المهني تصبح مدته 5 سنوات بدل 3 سنوات. إذا عموما مدة الأوسبيلدونج 3 سنوات. الشخص يحصل على مرتب شهري طيلة مدة الأوسبيلدونج. في السنة الأولى تحصلون على 976 يورو، 976 يورو للشهر. في السنة الثانية يحصل الشخص على 1037 يورو للشهر، وفي السنة الثالثة والأخيرة يحصل الشخص على 1138 يورو للشهر. إذا كان الشخص عنده التزامات عائلية، يعني كنت متزوجة، متزوج، عندك أطفال، عندك مصاريف كبيرة، يمكن للشخص أن يتقدم ويطلب البافوك.
البافغ وهي المنحة الدراسية، وسوف تحصل على منحة دراسية إضافية إلى هذا المرتب الذي تحصل عليه. أيضا بالنسبة للأشخاص الذين عندهم التزامات كبيرة، مثلا أنت عندك أسرة كبيرة، أنت عندك أسرة كبيرة، عندك أطفال، 4 أطفال، 5 أطفال، مصاريف كثيرة، تحصل على مثلا في السنة الأولى، أنت في السنة الأولى للأوس بيلدونج تحصل على 976، إضافة إلى ذلك تحصل على البافك منحة دراسية 200 أورو، لكن هذا المرتب لا يكفيك ولا يكفي مصاريفك. هنا يمكنك أن تذهبون إلى الجوب سنتر وتطلبون من الجوب سنتر أن يعطوكم إعانة من مادية، وبذلك الجوب سنتر يعطوكم 300 يورو أو الجوب سنتر يدفع لكم إيجار البيت إلى آخره. أحبائي، هذا الأوس بيلدونج إذا كنتم ترغبون في عمل هذا الأوس بيلدونج هو يسمى شوليش أوس بيلدونج. ماذا تعني شوليش أوس بيلدونج؟ يعني أن هذا الأوس بيلدونج هو أوس بيلدونج مدرسي، يعني يعمل في المدرسة، بحيث أنه في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل منطقة أنتم تعيشون فيها في ألمانيا يوجد مدارس متخصصة في هذا المجال. أين تجدون أسماء المدارس؟ المدارس تجدونها عندما تذهبون إلى الجوب سنتر وتقول لهم أعطوني بأسماء المدارس الذين يعملوا الأوس بيلدونج في مجال التمريض، أو تذهبون إلى مكتب العمل وتطلبون هناك الأسماء، أو تسألون أيضا في المستشفيات ما هي المدارس، أو تبحثوا عن المدرسة في الجوجل بحيث تكتبون بكل سهولة أوس بيلدونج وتكتبون اسم المدينة التي تعيشون فيها وتكتبون شول المدرسة، وهناك سوف تأتيكم على الجوجل صفحة مليئة بكل المدارس التي توجد هناك. يجب أن ترسلوا للمدرسة، المدرسة ترسل لها طلب بأن تعملوا عندها أوس بيلدونج. المدرسة سوف تعمل لكم اختبار، بعد ذلك سوف عندما تقبلكم المدرسة هي من سوف ترسلكم إلى المستشفيات. يعني أنت لا ترسل المستشفيات مباشرة إلا إذا كان للمستشفى مدرسة خاصة بها. هذا الأوس بيلدونج رائع، رائع جدا، سوف أعطيكم بعض المعلومات عنه. يجب أن تعرفوا بأن مهنة التمريض مهنة نبيلة، مهنة جميلة ومهنة رائعة، بحيث إذا عملها الشخص يجب أيضا أن تكون عنده رغبة كبيرة في مساعدة الناس. الشغل هو يكون عن طريق شيشت أغبايت. ما معنى شيشت أغبايت؟ شيشت أغبايت أن الشخص إما يشتغل صباحي أو بعد الظهر أو في الليل. إذا كان عند الشخص أسرة كبيرة، أطفال صغار، فهذا الأمر يكون صعبا شيئا ما عندما الشخص مثلا يشتغل في الليل، لأنه إما الشخص يبدأ شغله من الساعة 6 صباحا إلى 12 أو بعد الظهر أو الرابعة، أو يبدأ شغلك من الساعة 4 إلى 6، يعني إلى 10 ليلا، أو تبدأ شغلك من 10 ليلا إلى 6 صباحا. الشخص أيضا يشتغل فقط 5 مرات بالأسبوع، لكن يمكن أيضا أن يشتغل الشخص يوم السبت ويوم الأحد. بالنسبة للمرتب، عندما تنتهي من الأوس بيلدونج، تنتهي 3 سنوات الخاصة بهذا الأوس بيلدونج، أو أنت عندك فقط التاسع تعمل أوس بيلدونج لمدة سنة، بالنسبة للأشخاص الذين عملوا فقط أوس بيلدونج مساعد ممرض، الأجرة تصل تقريبا، تكون تقريبا 1800 يورو، 2000 يورو في الشهر. لكن إذا عملت الأوس بيلدونج الكامل 3 سنوات وأصبحت ممرض أو أصبحت ممرضة، فإن المرتب يكون مرتب جيدا، بحيث أنه في السنة الأولى يمكن أن يكسب الشخص 2300 يورو إلى 2500 يورو شهريا أحبائي، وهذا فقط في السنة الأولى، وبعد ذلك كل سنة وعندما تزداد خبرتك أو خبرتك يرتفع المرتب، وسوف يصل في بعد سنوات معينة من الخبرة 3500، 4500
شهريا، وهذا مرتب جيد ورائع أحبائي. يمكن للشخص أيضا أن إذا أتمم هذا الأوس بيلدونج أن يشتغل خارج أوروبا، أن يشتغل في أحد الدول الإسكندنافية، مثلا في السويد، في النرويج، في الدنمارك، في فنلندا، وهناك المرتب يبدأ ب 4000 5000 يورو، أو حتى في سويسرا يمكنكم أن تنتقلوا وتشتغلون هناك. هذه المهنة تعتبر من أهم وأروع وأحسن المهن، يعني بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون أن يعملوا فيها. باقي المعلومات عن كل المهن وعن هذه المهنة تجدونها طبعا هنا في قناتي، لا، في صفحتي، مجلتي على الإنترنت www أو www.marovelt.net. أحبائي، ما هي المهنة التي ترغبون أن أعملها لكم الأسبوع المقبل وأتحدث عنها؟ أحبائي، اكتبوها هنا في الأسفل. سأكون جد سعيدا إن أعطيت لايك وقمت بنشر هذا الفيديو على الأصدقاء كي تعم الفائدة. أحبكم في الله وأشكركم. إلى اللقاء أحبائي، مع السلامة إن شاء الله.